على ان النهارده في هذا العالم في اكتر من 22.5 مليون لاجئ، ده بيوازي حجم دول كامله. الاحصائيات العالميه حول اللاجئين مهم انكم كشباب تكونوا مطلعين عليها وتكونوا عارفين ان في 3 بلاد في العالم فقط، سوريا وافغانستان وجنوب السودان، بيخرج منهم 55% من اللاجئين في العالم. وهناك الدول المستقبله للاجئين، وفي الحقيقه دول عربيه اذا ذكرنا مثلا الاردن ولبنان اصبح اللاجئين بيمثلوا تلت عدد السكان اللي في هذه الدول، بما يمثل ذلك من ضغط على البنية التحتية في هذه الدول. ويمكن احنا عمرنا ما بنقول كلمة لاجئ، يعني انا لا اذكر ان احنا حينما نشير الى السوريين المقيمين او العراقيين عمرنا ما قلنا لاجئ سوري لاجئ عراقي، احنا بنقول سوري او عراقي على طول، ما بنقولش بنقول السوريين في مصر موجودين في 6 اكتوبر ودمياط وفي اسكندريه، ما بنقولش اللاجئين السوريين. ويمكن ده بيعكس جزء من الثقافه المصريه وثقافه المجتمع المصري في تعامله مع هذا الموضوع. احنا عندنا في مصر لاجئين من 59 دوله، الاعداد الاكبر هي بالتاكيد من سوريا والسودان واثيوبيا واريتريا. اللاجئين موزعين على محافظات مصر كلها، وده بيديكوا برضو فكرة عن قد إيه المجتمع المصري منفتح على استقبال ضيوفه. يعني إحنا مش بنجمع اللاجئين في مكان معين ونحصرهم فيه، ولكن مفيش محافظة في مصر مش هتلاقي فيها ضيوف من دول مختلفة.